ختام النشرة على تذكير بأبرز العناوين. العبادي يدعو إلى توحيد الصفوف في ذكرى ثورة العشرين. الكريم يزور قضاء سامراء ويشدد على أهمية الارتقاء بالواقع الخدمي والرياضي فيها. قائد شرطة صلاح الدين يقوم بجولة مسائية في مدينة تكريت لتأكيد حالة الاستقرار الأمني التي تشهده المدينة. من قناة صلاح الدين الفضائية قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة، دمتم في أمان الله.